سؤال ديما تسالني نعمل في سبونسورينغ فيسبوك اسكو نوقفو في الليل خاطر نسرق دي اي ولا ريبونس باش تشوفوها في الفيديو هذا. عسلامة معكم علوان عواني اكسبير فيسبوك شي لاجونس ديجيتال براندينغ. في الاربع سنين الاخرانيين عاوننا اكثر من 250 كليون قوي في الفيزيبيليتي نتاعهم جابوا اكثر دي كليون داو اكثر دي برودوي لي سيرفيس نتاعهم غراس للبوبليسيتي سبونسوريزي على فيسبوك اي انستغرام. دونك نوقفوا البوبليسيتي سبونسوريزي في الليل والا لا معناها اوترومون خاطر نسرق دي من غير ما نصرفوا فلوسنا مستحيل تعملها الا في كا واحده تو نشوفوها. دونك علاش ما نوقفوش سبونسورين في الليل على خاطر فيسبوك يخدم بالانتيليجونس ارتيفيسيال عنده سو كان ابل ماشين ليرنينغ اللي هي قاعده كل ما تخدم اكثر توبتيميزي روحها اكثر وتمشي للكليونات سيبلي اكثر. اذا انت توقفها في الليل ترجعها في النهار باش تدخلها بعضها الانتيليجونس ارتيفيسيال نتاع فيسبوك وما عادش توبتيميزي روحها الكومباني. الكا الوحيده اللي نوقفوا فيها سبونسورينغ في الليل يبدا عندك عطريه بوتيك فيزيك ما عندكش كوموند اون لين الكا هذيك انك توقف في الليل وترجع في النهار. حط لنا في كومنتير قلنا اسكو اليوم تستعمل في سبونسورينغ فيسبوك ولا مازلت.